عزيزاتي المشاهداتي على قناة عدن الفضائية وفي أبواب الخير في موسمه الخامس، ما زلنا في حلقات ينابيع الخير الخيرية التي دائما لها إسهامات فعالة وجبارة وتنموية، دائما تنفع الناس للأشياء التي تحتاجها، إذن هي تأتي من ضمن الاحتياجات الخاصة التي يحتاجها المجتمع وتوفيرها من أجل الحياة والحياة. نحن اليوم معنا مدير فرع ينابيع الخير الخيرية في محافظة تعز، سيتحدث لنا عن مشروع المياه مستشفى الجمهوري وأيضا حفر وتشغيل آبار ارتوازية التي في محافظة تعز وجميع محافظات الجمهورية التي تقيمها ينابيع الخير الخيرية بتعاون من الكثير من جمعية الكويتية وأيضا جمعية النجاة الخيرية. دائما الكويت بجانبكم جزء لا يتجزأ من نشاط ينابيع الخير الخيرية في العديد من الأعمال. طبعا ينابيع الخير لديها العديد من المشاريع التأهيلية وكذلك مشاريع حفر الآبار، آبار ارتوازية وآبار سطحية يدوية. هذه المشاريع التي قاد بها شركاؤنا الإخوان الكرام في الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية النجاة الخيرية وفاعل الخير بدولة الكويت الشقيقة. في هذا العام 2020 تم تأهيل أكثر من 17 بئر وحفر ما يقارب كذلك 12 بئر جديدة بجميع مكوناتها من طاقة شمسية ومضخات وجميع مكونات هذه الآبار لتسد كثير من الاحتياجات التي يعاني منها السكان في محافظة تعز وكذلك في أرياف محافظة تعز في قطاع المياه. هناك كمان ما في محافظات غير تعز، عدن، في خصوصا في أبيان، في لاح، في كثير من المحافظات الجمهورية تقوم ينابيع الخير الخيرية بهذه المشاريع المياه. ينابيع الخير غطت في كثير من محافظات الجمهورية اليمنية، منها محافظة تعز ومحافظة لحج وكذلك حجة والبيضاء وإب. هذه النطاق التي عملت ينابيع الخير في حفر وتأهيل عدد من الآبار كما هو موضح في تقارير المؤسسة التي تزود بها مشاهديها الكرام ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنالك كذلك إن شاء الله من المشاريع الجديدة للعام 21 نحن نعمل الآن على تنفيذها، من بين هذه الآبار بئر ارتوازية بعمق 400 متر وكذلك مكونات الطاقة الشمسية والألواح ستغطي بإذن الله تعالى المستشفى الجمهوري في محافظة تعز وكذلك حي الجمهوري في محافظة تعز. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أيادي بيضاء تفتح يدها في ينابيع الخير الخيرية من أجل الحياة والمياه. هناك في مديرية موزع بالذات وجد المياه ووجد الآبار وأيضا في حيس وأيضا في الحديدة، ممكن تتكلم لنا عن هذه الأشياء؟ طبعا هنالك معاناة كبيرة للمناطق الساحلية بجانب المياه، معاناة كبيرة لزورنا تلك المناطق ووجدنا احتياج كبير وملح لمثل هذه المشاريع، والله انها فرحة عظيمة لا توصف، والناس يشربون تلك المياه النظيفة الصالحة للشرب، وجدنا اسر تشرب مياه جارية، مياه ملوثة، كثير من الامراض انتشرت بسبب هذه المياه الملوثة. لله الحمد اليوم وبدعم إخواننا في دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، كل هذه التسهيلات، كل هذا الدعم المقدم لليمن خفف كثير من المعاناة في ظل هذه الحرب الدائرة. شكرا لك ورمضانك مبارك ولانك. نعم إن شاء الله. إيش تقول بعد هذه الانتهاء من هذا الكلام، إيش تقول للداعمين خصوصا في محافظة تعز أبيان وجميع محافظات الجمهورية، ينابيع الخير ماذا تمثل للمجتمع في عملية المساندة والمساعدة؟ بإذن الله تعالى ينابيع الخير لن تنسى جميع مكونات شرائح المجتمع اليمني بجميع شرائحه، بإذن الله تعمل على تخفيف المعاناة أينما وجد الاحتياج، ستكون بإذن الله عز وجل ينابيع الخير. إذن مكان ما يوجد الاحتياج توجد ينابيع الخير الخيرية، وهذه الحلقة تتحدث بشكل مستفيض عن هذه المشاريع. في هذا اليوم افتتحنا مشروع بئر
منطقة العلفقي الأسفل في منطقة كرش مديرية القبيطي محافظة لاحق بتنفيذ كريم من مؤسسة ينابيع الخير وبتمويل من المرحوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن تصل هذه الصدقة الجارية إلى قبره تركي الدبوس عليه رحمة الله. طبعا المنطقة هذه أو القرى هذه قرى كثيرة تستفيد من هذا البئر، كانوا محرومين وربما يعني ينتقلوا مسافات لأخذ المياه، فأصبح هذا المشروع بالنسبة لهم كان أمنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لمن قدم ماله في إنجاز مثل هذا المشروع الطيب والخير. وشكر الله سعي الإخوة في مؤسسة ينابيع الخير الذين يعني وصلت مشاريعهم وخيرهم وصدقاتهم إلى مثل هذه الشعاب البعيدة والنائية التي كان ينتظر الأهالي مثل هذه المشاريع بفارغ الصبر. شكر الله سعيهم وكتب الله أجرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من ساهم وساعد في إنجاح هذا المشروع. بدعم سخي من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاة الخيرية، ها نحن اليوم نفتتح مشروع مياه المضباية. تخيل أن هؤلاء الأطفال والنساء والرجال ظلوا يذهبوا ويأتوا الماء من مسافة بعيدة. تخيل أن المسافة التي يقطعونها ما يقارب 3 كيلومتر. تخيل أن الأطفال تركوا الدراسة من أجل أن يأتوا بالماء. تخيل أن الأطفال تعرضوا لكثير من الأمراض. ها هم عبرنا جمعية النجاة اليوم يتحقق حلمهم الذي طال انتظاره عبر مؤسسة ينابيع الخير. مياه المضباية قرية المضباية في مديرية موزع محافظة تعز بخزان 15 متر مكعب وخط إسالة وخط ضخ ومنظومة طاقة شمسية. تخيل أن فرحتهم اليوم لا توصف بهذا الحلم الذي تحقق وهذه المعاناة التي كانوا يعانون منها طوال السنوات الماضية. أنا لا أتخيل الفرحة التي هم فيها اليوم، وفرحتي أكبر بتحقيق هذا الحلم الذي كانوا ينتظرونه طوال هذه السنوات. فجزاهم الله خيرا على هذا الدعم السخي الذي قاموا به لدعمها بتوفير المياه لهذه القرية، وشكرا جزيلا. من ترسل حبا للغير فيعم الناس جميعا. ما أجمل أن نوقد نورا، أن نطفئ فينا الديجورا، أن نكسو الأرض سرورا، أن نجري فيها ينابيعا. من ترسل حبا للغير فيعم الناس جميعا. أنغام نشيدك الطير تشدو لينابيع الخير. من ترسل حبا للغير. أمانة يا من على تفلدونا، والله أن عنكم درب غير على أمانة يا من على تفلدونا. حق البرمون حق الرأس حنانا في وسط ركام المأساة واحتدام الصراع يصبح كل شيء قابلا للتدمير.
وتصبح الإنسانية في وضع كارثي. حينها يهرع الناس إلى النزوح القسري بحثا عن ملاذ آمن قد لا يتوفر فيه أدنى مقومات الحياة. تصرخ الإنسانية نداء الاستغاثة وتعلو نداءات الاستجداء علها تجد من يسمعها. صدى يتردد ليجد من يسمعه ويحس بآلامه. فقبل أن تذبل شجرة الإنسانية وابتسامة الطفولة في اليمن، لاح في الأفق أمل الخير وغيث النجاة قادما من أمير العطاء وحكومة الخير وشعب السخاء الكويت الشقيق. انطلق إلينا ضيوف كرماء ملبين نداء الإنسانية. الجمعية الكويتية للإغاثة، جمعية النجاة الخيرية، وثلة من أهل الخير والإحسان في دولة الكويت. فالتقت أيادي العطاء النقي بأيادي البناء البيضاء وتحت شعار خير الناس أنفعهم للناس. تأسست مؤسسة ينابيع الخير الخيرية في 3 مارس من العام 2008. لتكون سفيرة للإنسانية إلى كل الأرجاء. أياد لا تعد وعطاء لا يحد. وينبوع خير يتجدد. رسالة المؤسسة: تسعى مؤسسة ينابيع الخير الخيرية أن تكون رائدة العمل الخيري والإنساني في الجمهورية اليمنية من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التالية: تنفيذ البرامج الصحية والتعليمية ورفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع، إقامة البرامج والمشاريع التي تخدم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذ برامج التكافل الاجتماعي ومشاريع التنمية المستدامة، تقديم الخدمات والمساعدات الطارئة للنازحين والمتضررين، تنفيذ المشاريع الإنشائية والخدمية بما يلبي احتياجات المجتمع، التنسيق والشراكة مع المنظمات المحلية والدولية ذات الأهداف المشتركة. وعلى ثرى أرض اليمن الطيبة سرت ينابيع الخير برحلة العطاء والإحسان، ساندة ظهرها إلى الركن المتين في العطاء وفعل الخير الكويت الشقيق أميرا وحكومة وشعبا. عشر سنوات من العطاء. مشاريع الغذاء: وشملت هذه المشاريع 19 محافظة. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والإغاثية للنازحين، مشروع توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة للطلاب والطالبات، مشروع إفطار صائم، مشروع توزيع زكاة الفطر، مشروع توزيع الأضاحي والذبائح والعقائق. مشاريع الإيواء: وشملت هذه المشاريع 7 محافظات. تتنوع هذه المشاريع ما بين مساعدات اللاجئين، مشروع إضاءتهم نور لنا، إنشاء قرية الكويت للأيتام لكي لا يشعر اليتيم بالحرمان والمعاناة. تم إنشاء قرية الكويت للأيتام وتم وضع حجر الأساس ل40 وحدة سكنية مع ملحقاتها الخدمية. تم تنفيذ 12 وحدة سكنية كمرحلة أولى. توريد وتركيب البيوت الجاهزة، بناء وترميم منازل الفقراء. مشاريع الصحة: وشملت هذه المشاريع 6 محافظات. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين بناء وتأثيث وتشغيل مركز الكويت الطبي والذي يعتبر مشروع إنقاذ للحياة والإنسانية ل400 قرية متناثرة على رؤوس الجبال في محافظة صنعاء لا يمتلكون أدنى الخدمات الصحية فقد تركتهم وعورة الطريق وارتفاع الجبال في عالم النسيان.
مشروع الحملات والمخيمات الطبية، مخيم عمليات العيون، إزالة المياه البيضاء، استئصال اللوزتين، تسيير حملات علاج مرضى الكوليرا، مشروع المساعدات العلاجية، مشروع الرعاية الصحية للأطفال، مشاريع التعليم. وشملت هذه المشاريع 5 محافظات. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين ترميم وصيانة المدارس، إنشاء مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة، ترميم وتأهيل الكليات التخصصية وتجهيزها، الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد، تأمين وسيلة النقل للصم والبكم. مشاريع المياه. وشملت هذه المشاريع 8 محافظات. مشروع إعادة تأهيل مياه عدن الكبرى، والذي يعتبر شريان حياة 150,000 إنسان في محافظتي عدن وأبين، استكمال ربط خط كهرباء جعار الحصن، مشروع مياه رأس الشرف إب، مشروع مياه العزل الخمس، مشروع مياه الظهرة، مشروع مياه مدينة جبلة، مشروع مياه جامعة إقليم سبا، مشاريع الخزانات الخرسانية المتعددة، مشروع مياه المهرة والمتمثل بسد جوزر. هذا المشروع الذي أعاد الحياة للمنطقة بعد أن تاه أهلها بين الهجرة والتشرد بحثا عن الماء الذي تفتقر إليه مناطقهم، فتم بعون الله إعادة سكان هذه المناطق إلى منازلهم بعد أن ضمنوا مياه الحياة. حفر آبار ارتوازية ويدوية، تأهيل وتشغيل الآبار الوقفية، مشاريع سقي الماء، مشروع برادات المياه العملاقة. مشاريع التنمية والتكافل الاجتماعي. وشملت هذه المشاريع 14 محافظة. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين الكفالة الشهرية للأيتام، تسليم كفالات أسر فقيرة، مشروع الأسر المنتجة، مشروع كسوتي العيد والشتاء، المساعدات النقدية، تأثيث منازل الأيتام. مشاريع المساجد. وشملت هذه المشاريع 9 محافظات. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين بناء 67 مسجدا وترميم 25 مسجدا آخر. المشاريع الدعوية وتحفيظ القرآن الكريم. وشمل هذا المشروع 8 محافظات. تنوعت معطيات هذه المشاريع ما بين كفالات الدعاء، كفالات طلاب العلم، كفالات مؤذن، طلاب التحفيظ والمراكز الصيفية وحلقات التحفيظ، تزويد المكاتب العلمية الدينية بالمراجع والمصادر الهامة. لتتواجد في محافظة عدن ولحج وأبين جنوبا، وشبوة وحضرموت والمهرة شرقا، ومأرب والجوف شمال شرق، والبيضاء ودبار أدنى الشمال، وإب والضالع وسط اليمن، وتعز والحديدة وريمة غربا، وصنعاء وعمران والمحويت شمالا، وصعدة وحجة أقصى الشمال. استفاد من مشاريع الغذاء 418,583 مستفيد. استفاد من مشاريع الإيواء 24,363 مستفيد. استفاد من مشاريع الصحة 1,242,699 مستفيد. استفاد من مشاريع التعليم 95,332 مستفيد. استفاد من مشاريع المياه 5,480,453 مستفيد. استفاد من مشاريع التنمية والتكافل الاجتماعي 8,394 مستفيد. استفاد من مشاريع المساجد 10,124 مستفيد. استفاد من المشاريع المشتركة 1,700,000
78,868 مستفيد استفاد من المشاريع الدعوية والتحفيظ 18,566 مستفيد إجمال المستفيدين من مشاريعنا المختلفة 8,477,382 مستفيد. ينابيع الخير عطاء سخي وعمل دؤوب. 10 سنوات من العطاء. عشر سنوات من العمل الدؤوب نحو ترسيخ مبادئ العمل الإنساني الخيري لتكون مؤسسة ينابيع الخير الخيرية أول مؤسسة خيرية في اليمن تحصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 بإصدارها الجديد للعام 2015 ميلادية، وشهادة التدقيق الحسابي للأنظمة المحاسبية. 10 سنوات من العطاء نطوي صفحتها متطلعين إلى مستقبل واعد وعطاء بإذن الله لا ينفد.